كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظ الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق لدى وصوله إلى البلاد يوم أمس في زيارة رسمية لمملكة البحرين. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وكبار المستقبلين. وبعد استراحة قصيرة بقاعة التشريفات الكبرى بقاعة الصخير الجوية توجه موكب جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى قصر الصخير حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية وعزف السلامين الملكي السعودي والملكي البحريني. بعد ذلك تفقد جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي حرس الشرف الذي اصطفى لتحيتهما. وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية، هذا ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو الملكي ولي العهد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارته للمملكة كلا من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير ومعالي وزير الإعلام الدكتور عواد العواد ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.